غداء يوم حار ومتعب، حيث تتعدى الحرارة 40، يعود الرعي مع قطيعه إلى الخيمة. إنه نهاية النهار. الرحل من الناس الكرماء، وقد صدف مجيء إليهم أيام العيد. في الليل يقومون بإعداد وجبة العشاء التي تتكون أساسا من الشواء والكسكس. بعد العشاء يتبادلون أطراف الحديد في سمر ليلي رائع. وفي الصباح يستيقظ الجميع باكرا قبل طلوع الشمس لتوزيع المهام. منهم من يعد وجبة الفطور، وبعض الآخر يقوم بإعطاء العلف للماشية. نظرا لقلة الكلاب في المرعى بسبب الجفاف الذي عرفته هذه السنة، يتم إعداد فطائر مملوءة بالبصل والفلفل مع شحمة، وتسمى هذه الفطائر محليا أرخساس أو بوتغوري. في بعض المناسبات أو قدوم بعض الضيوف عند الرحل، يقومون بطهي السمن البلدي مع المحمصة محليا. وعند نهاية الفطور يقوم الراعي بإطلاق قطيعه والمضي وراءه ليبدأ يوم جديد من حياة الرحال.